الى نشرة احوال الطقس المرتقبة اليوم الغد حيث تبقى دائما الاجواء مشمسة على المناطق الشمالية خلال الصباح المدن الشمالية الوسطى الشرقية وحتى الغربية اجواء تبقى غائمة تماما على مناطق اقصى الجنوب ايضا بمرتفعات الوقار وتصري بالنسبة لحالة الطقس خلال المساء ظهيرة هذا الثلاثاء تعرف مناطق الجنوب اغلب المناطق الجنوبية ومدن هطاب العليا الوسطى في منطقة الجلفة والبويرة ايضا على بشار على مرتفعات الجار وتصل الى مناطق اقصى الجنوب ستعرف بعض الاضطرابات الجويه محتمله بعض الامطار التي تصل كميتها الى 40 مليمتر محليا وهذا على ولايه عين وبرج باتشي مختار في حين تبقى الاجواء عموما مستقره على باقي ولايات الشمال بالنسبه لدرجات الحراره المسجله خلال الصبيحه باذن الله تصل الى 21 درجه على الجلفان سجل 22 درجه بواد 22 بقسنطين على سطيف برج بورج بوريس 26 درجه بجزائر العاصمه هنا بطار في القاله سكيده وبجايه سجل 27 درجه بوهران على مستغانم 32 بتندوف 28 درجه ببرج بي بجي مختار و27 درجه على منطقه عين قزام بالنسبه لدرجات الحراره القصوى المسجلة خلال المساء 38 درجة بتلمسان 34 درجة على الجلفة على تيزي وزور على الغواط 42 درجة بواد سوف على غردايا بسكرة 46 درجة بعين صالح على منطقة أدرار ورقان 39 درجة على تامن راس إليزي وجانية 42 بعين قزة مسجلة 48 درجة كأعلى مقياس بمنطقة بندوف بالنسبة لحالة البحر غدا بحول الله يبقى مستقر على العموم بالسواحل الوسطى الشرقيه وحتى الغربيه رياح شرقيه تهم من سرعتها ما بين 10 الى 15 كيلومتر في الساعه نختم النشره الجويه بالورقه الفلكيه التي توضح لنا وقت شروق وغروب الشمس بالجزائر العاصمه وضواحيها نشكركم على المتابعه الى اللقاء